ما هي الأعراض الانسحابية للشبو؟ إن الأعراض الانسحابية للكريستال ميس أو الشبو تظهر بعد مرور ساعات قليلة على التوقف عن تعاطي المخدر، وتزداد حدة الأمر إذا كان الشخص معتادا على تناول كمية كبيرة من مخدر الشبو على فترات متقاربة. وتنقسم أعراض انسحاب الكريستال ميس أو الشبو إلى جسدية ونفسية. نتعرف معا من خلال التقرير التالي على أهم هذه الأعراض وكم تدوم، بالإضافة إلى خطورتها وكيفية علاجها. ينتمي الشبو أو الكريستال ميس إلى فئة المخدرات الاصطناعية، ويتم تصنيعه باستخدام مادة الأمفيتامينات، وتكمن خطورته في سرعة إدمانه، بالإضافة إلى قدرته على تدمير بعض أجهزة الجسم بمجرد تعاطيه لأول مرة. يأتي الكريستال ميس على شكل بلورات بيضاء اللون صغيرة الحجم، ويتم تعاطيه عن طريق البلع أو تحويله إلى مسحوق ووضعه بالسجائر لتدخينه. وقد يقوم البعض بحقنه في الوريد للشعور بنشوة وإثارة بالغة. وتظهر الأعراض الانسحابية للكريستال ميس أو الشبو عند التوقف عن تعاطي المخدر، لكنها تتوقف على مدى الفترة التي تعاطى فيها الشخص المخدر والجرعة التي يتم تناولها من الكريستال ميس، بالإضافة إلى المزج بينه وبين أنواع أخرى من المخدرات، إلى جانب بعض العوامل البيولوجية مثل الجنس والعمر والوزن. وإليك أبرز أعراض انسحاب الكريستال ميس من الدم والتي يشعر بها المريض خلال الفترة خلال الأيام الأولى من التوقف عن تعاطي المخدر، وهي تبرز في خلل بالذاكرة وضعف القدرة على التركيز والاستيعاب، رغبة قوية في تعاطي المخدر، الانفعال الشديد، الشعور بالوهن والضعف والإعياء المستمر، فقدان القدرة على النوم وزيادة الوزن والشهية. عند التوقف عن تعاطي مخدر الكريستال ميس تبدأ مجموعة من الأعراض الجسدية في الظهور، تسمى بأعراض انسحاب الكريستال ميس من الجسم، وأبرزها رعشة قوية ومتكررة، التعرق المفرط، الصداع الشديد، دوار قوي، تشوش الرؤية، الشعور بالغثيان، الشعور بالنعاس طوال الوقت، الألم في العضلات والمفاصل. إن أعراض انسحاب الكريستال ميس على الجهاز التنفسي في بعض الحالات تكون صعوبة التنفس، من أخطر أعراض انسحاب الكريستال ميس على الجهاز التنفسي، وهو يؤثر بالسلب على القدرة البدنية والحركية للشخص، ويمنعه من مزاولة عمله اليومي بصورة طبيعية. لذا يجب أن يتم عملية سحب السموم داخل مستشفى العلاج الإدمان. أما أعراض انسحاب الكريستال ميس النفسية، فتمثل أهم أعراض انسحاب الكريستال ميس النفسية فيما يلي: القلق والارتباك والاكتئاب، تقلبات مزاجية طوال الوقت، شهوة قوية للمخدر، الهلوسة وجنون العظمة.